بطلة حكايتنا كانوا هواية يخطبوها، يعني هي أصلاً كانت مشكلة حياتها أنه ما تريد تتزوج، تريد تعيش حياتها وتكمل وتكون هي مسؤولة. عارف قصة حياتي صح؟ أي تكون يعني مسؤولة عن نفسها بس. أنت نفس الحالة، هواية خطبوك بس أنت قررتي أنه ما تتأخرين باتخاذ هاي من الخطوة. من عمر 13 سنة العمر 18 سنة يعني أنا عقدة عقد سيته هواية خطوبات، يعني خطوبة وفستان وحفلة وقراءة فاتحة ونيشان ونشتري غرفة وما تم. فيان بعد كل هذا يعني الانتظار لحد ما تزوجتي، صرتي زوجة ثانية صح لو غلط؟ طبعا هي هم القدر قسمة. انت مع او ضد انه واحدة تكون زوجة ثانية؟ حسب، يعني مثلا أنا أبو بنتي يعني وهي القسمة ما كمل، يعني ما كملنا، هو الموضوع متعب، موضوع صعب، ما كملنا. صارت بيناتنا إنه بنتي كل مرة راح الحاجة سريعة. كانت تدري زوجتها الأولى؟ وأولاده؟ لا. سووا لك مشاكل؟ لا، لأنه يعني أنا يعني ما أعرف، أنا أحس هذا مو احكي على راحتك. انا اعرف انه فيان انت الناس ما يعرفون انه انت هواي عانيتي بحياتك خصوصا بهذا الموضوع. انا راح احكي بصراحه، واذا ما حابه نحكي بهذا الموضوع قولي لي وراح اوقف. انت ظليتي سنوات طويله تحاولين تنسبين بنتك لابوها وهو كان رافض يعترف ببنته صح؟ انا ما اخجل من هذا الموضوع، اوكي؟ ولا عندي يعني جزء أنا ما حاكي بيه، لأنه يعني السوشيال ميديا ما خصب هذا الموضوع، بس كلقاء ممكن أقول دائما إنه إلا جمال أحمد إذعار الجنابي منا لآخر يوم بالدنيا. مهما تكون أكو مشاكل صارت بيناتنا، مهما يكون ممكن إنه صار الحمل أو صارت الطفلة بوقت غير مناسب، بظروف غير مناسبة. هو كان عنده مشاكل كلش هواية، يعني حكم عمله هو يعني رجل أعمال معروف. أنتوا تعرفتوا بعمان بالأردن؟ أي. ورجعتي وراها؟ رحلتي بقناة دجلة. من رجعتي لبغداد اكتشفتي الحمل لو هناك؟ لا، رجعت خلص مشواري، خلص عقدي مع قناة دجلة. أنا ما راح أسألك إذا كنتوا متزوجين أو أكو عقد أو لا، لأنه ما يهمني. أنا يهمني موضوع بنتك. من اكتشفتي الحمل شنو كان رد فعلك؟ إذا هي العلاقة ما متوازنة. إحنا مو بغداد، وبعدين صار موضوع الهجرة، هاجرت، فبعد ما هاجرت عرفت إنه أنا حامل. وكنا إحنا على وشك أنا وجمال دننهي علاقتنا. قلتي لي أنا حامل؟ اي دننهيها، يعني لانه انا قررت اهاجر ويا اهلي، وهو عنده مشاكل صارت ببغداد انه يطلع دبي. فوصلت انا لحد ما وصلت فنلندا واستقرينا، وما يعني ورا شهر قلت له انه انا اول مره يصير عندي طفل، افقد احساس غريب، عندي فد احساس. انت ما كنتي ماخذه احتياطات انه ما يصير طفل وصار؟ لو كنتي عايفه الامور؟ لا عايفتها، انه كل شيء قسمه من رب العالمين. طول ما أنا إنسانة يعني ماشية صح، ليش كل شيء قسمة من رب العالمين؟ رب العالمين طاني أحلى هدية. قلتي له أنا حامل؟ أنا قلت له، ويعني هو المشاكل اللي صارت، هو عنده مشاكل كانت بعمله بشغله. قال لك نزليها؟ لا ما صار هيك موضوع، لا ما صار هيك موضوع. كان الصدمة، وهم ما تعرف الجنابيين عندهم عشق الولد مو عشق البنات، فإنه ليه مو ولد بنية؟ من ولدت؟ لا عادي، يعني عرفت سونار وهي 4 شهور يبين، فهم عندهم عشق الولد، يعني ممكن لو بعد ألف طفل يجي ولد هم يحب للولد، بس يمكن إذا تجي بنية وبعد ثاني بنية ما يحبهم، يعني يجوز هذا. يعني اللحظة اللي قال لك هاي مو بنتي تتذكريها؟ لا ما كنت. شلون ما كنت؟ لا ما كنت. هو ما كان معترف بها؟ لا ما مشاكل، مو ما معترف بها، مشاكل على مود انه هو رجل متزوج، صارت المشاكل بينه وبين نفسه. كان يعرف هي بنته برايك؟ طبعا
كان اني 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 مو مو يعني مو صدفه قسمه وهيك شيء، يعني اني جت حبيبته يعني حبيبته ويعرف خطواتي يعرف عني كل شيء صغير وكبير يعني يعني احنا 3 سنوات ويا بعضنا. شلون بدت رحله اثباتك انه هذا ابوها؟ كل شيء يعني انه ما احب اخوض هذا الموضوع زياده، بس انه رساله للميل اللي تفوت مثل موقفك، انت شنو الشيء اللي قصرتي به، ذكائك خانك به حتى توقعين بهاي المشكله؟ وين الخلل؟ ما وثقتي عقد مثلا، امور هيك شيء؟ لا مو هذا بابا، انا هم قلت لك انا ما احب احكي بالتفاصيل. انا عاطفيه جدا. الرجل يعني كنت مفتقده يعني، او انا احب الشخصيه الاكبر مني عمرا والواعي جدا. كم سنه كان اكبر منك؟ هو 72. انت ايش قلت؟ انا 91. فأنا أحب الشخص الواعي، فما حسبت لها حسابات وأنا طفلة عمري 20 سنة إنه أنا دا أرتبط بشخص متزوج عنده 5 أطفال، يعني عنده زوجات 2 مو زوجة واحدة، يعني هاي التفكير عنده الزوجة الأولى بأربيل وزوجة ثانية. معقولة فكرتي بعمل. بس يعني لهالدرجة بقلبك يعني ما معقولة أنا عاطفية جدا. إي عاطفية، أنا قلت لك يعني إنه أنا ما عندي، أنا ما عندي مشكلة إنه إذا كان الشخص اللي أنا أحبه متزوج، أنا ما أحس هذا مانع بيني وبينه. زين أنتِ لذلك ولدتيها برا العراق لأنه ما يطلبون اسم أب وهاي ممكن تسجل باسم الأم؟ لا هذا ما في صحة الكلام. أنا لأنه وصلت فنلندا وأنا حامل بأول شهر من بغداد. صدفت يعني؟ إي بعدين أهلي ما حد بيهم، أنا بنية متعلقة بأمي تعلق فظيع. قلتي لهم؟ طبعا اهلي كلهم يعرفون، كانت الصدمه انه اهلي ما راضين انه لانه هو متزوج واني بنيه، يعني يقولوا لي حرام انه انت هو كان متزوجة. اول يعني اول شخص بحياتي جمال، يعني اول حب بحياتي، حتى حب يعني يعني ما اعرف كلش احبه هواي وما زال هو ابوي. هو كان كل الاحترام والود طبعا كان يحبني. باسم منو سجلتيها بالبدايه؟ ما سجلتها باسم احد. لا طبعا ابوها جمال، ذكرت لك يا ابوها جمال جمال، واني نهائيا يعني بنتي جنابيه لليوم ما مسجله باسمها. وبنت شيخ وابوها ما راح ينكر، ما ينكر ولا حينكر ولا يوم، اللي وصل هاي الكلام كله كذب، يمكن صار اختلاف بيناتنا بوجهات النظر. انت شجاعه انه اليوم تحكين بهذا الشيء. طبعا اختلاف مشاكل، التوقيت غير مناسب، اختيار الغلط، قلت لك اهلي كلهم اعترضوا انه بنية صغيرة بقدك، ما متزوجة، ما مطلقة، ليش تولدين من شخص شنو اسمها؟ نسوان بنتك؟ إلا إلا، ايش قصرها عمرها؟ هي 3 نيم النظام الأوروبي، إنه من حقها أسميها 3 أسامي، سميتها إلا شانيل جاردينيا. أوه اسم ستايلش. إي فمن أصح لها شانيل ما تندر، جاردينيا ما تندر، إلا إلا. ايش قصرها عمرها؟ هسه 4 سنوات ان شاء الله وتشوفيها. 4 سنوات شاطرة كلش، ذكية جدا وسمرة، سمارة الجنابيين وكحت الجنابيين، عقلها كله دليمي، عقلها دليمي. ما طلب يشوفها والدها ابد ولا مرة؟ شوف هو خارج العراق مشاكل، يقدر يجي يقدر، عنده مشاكل كل يعني هذا اللغط انا اريد اسده حتى خلاص اسد هذا اللغط اللي صاير والكلام. ابو بيتي عنده مشاكل كلش هواي، انا ما كبرت المسائل، اكو هواي مسائل ممكن راح حتى مستقبلا ممكن اكبرها، بس بالوقت الحالي كون انه هو ابو بنتي ما اقبل احد يضره ولا انا اضره، لانه مثل ما اشوف بنتي اشوفه، حتى لو انا يأذيك ما يقدر يأذيني، لانه انا بنيه طيبه. انا بنيه طيبه ويعرف انا حبيتها بنظافه. الا سالت عنه في يوم قالت لك شوين تعرف اي ما تحكي وياه بالتليفون؟ اي لا يحكون كاميرا. تسجلت على اسمه لو بعد؟ طبعا سجلها رسميا. طبعا اكو اجراءات، مو هي ما تجي للعراق، اكو اجراءات ما بس فيان بعدها مسجلها باسمه. مو ما مسجلها باسمه، مو ما مسجلها الا فنلندا وهو بدبي. تنحل هذا موضوع يعني؟ هذا ينحل يعني على مود سفره معقوله هاي اسم؟ لا مو سفره، نسب. مو سفره، اكو اوراق ثانيه هو
ارجع بقول لك الرجل مناكر هذا الشيء. اوكي؟ الرجل مناكر هذا الشيء، اكو اجراءات قانونيه تم بوقتها. ابو بنتي انا ما اقدر اضره باي شيء، باي شيء، لانه هو ابو بنتي. كل شيء بوقته حيصير. هذا الشيء يحسب لك انت اليوم، ما تنطين لي. الزمن يصلح اكبر جرح. الزمن كل شيء راح يصلح ويقعد بمكانه. وقلت لك هي بنت شيخ والشيخ ما ينكر اصلا. انا اشكرك انه سمحتي لي احكي بهذا الموضوع، وهاي رساله لهوايه بنات يمكن فقدوا الامل بهيك موضوع. لا، لازم تحاربين وتظلين وتقولين قدام ملايين انه بنتك طبعا هذا والدها. طبعا الاظفر ما يطلع من اللحم، ويعني تبقين تدافعين عن حقك، تبقين انه يعني ما اعرف. العشره لها حوبه، والعشره ما تكون الا على ابن الحرام. اليوم انت شنو الحاله الاجتماعيه؟ متزوجه؟ مرتبطة. أكبر منك؟ بابا أنا نهائياً ولا مرة راح أقعد قدامك، يعني أو ممكن يوم من الأيام فكرت أرتبط بإنسان أصغر من عندي بالعمر. لا، قد أكبر بشوية، بس أنا سمعت أكبر ب 15 لازم سنة. لازم يكون أكبر مني، أصغر من عندي ما ممكن. هذا الشيء ما ممكن، لأنه أوريدي المرأة تكبر قبل الرجل، فشلون أرتبط بإنسان أصغر مني؟ هذا يعني هذا غلط، لأنه أنا راح أكبر قبل عقلي، حيشيخ قبل ملامحي تكبر. أنت ايش قد مواليدك؟ أنا 91. ليش ما حد مصدق؟ لأنه أنا بديت مبكر بالظهور الإعلامي، عمري الإعلامي أكبر من عمري عبالك تحسه، لأنه يعني بنية من 2011 هي موجودة على الساحة. بس أنت عقلك ناضج أكثر من 91، يعني واحد يحسك لأنه أكبر. لأنه أنا عندي تجارب مو كل شيء العالم يعني ممكن تكون واعية عليها، مثل أنا تغربت. الغربة بحد ذاتها هي تكبر. أنا انحرمت من أهلي، تغربوا وبقوا وأنا رجعت. راح نحكي بهاي الامور اكثر. هذا متعب.